السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذ سنة رابعة متوسطة. روحوا لصفحة 50، درس وكالة الأونروا. رح نعطيكم إن شاء الله الأفكار الجزئية والفكرة العامة وكذلك القيمة المستفادة، وفي الفيديو القادم إن شاء الله سأعطيكم حل لأوظف مكتسباتي صفحة 52 لهنا أطبق. إذن في الفيديو القادم إن شاء الله أعطيكم هذا الحل. فقرة النشاط المنظمة. إذن أولا وقبل كل شيء لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وهذا فضلا وليس أمرا. إليكم الفكرة العامة والأفكار الجزئية وكذلك القيمة المطلقة. إذن الفكرة العامة التي اقترحتها لكم هي الدور الفعال الذي تقوم به وكالة أونروا لإغاثة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين. أما الأفكار الجزئية، الفكرة الأولى الهدف من تأسيس وكالة أونروا. أما الفكرة الثانية خدمة وكالة أونروا ومساعدة اللاجئين في الشرق الأوسط. الفكرة الثالثة بيان مصادر الدعم المستمر للوكالة وتموينها من أجل فعل الخير. كذلك اخترت لكم للفكرة الثالثة اختيار آخر، وهو المسؤولية الكبيرة التي تبنتها الوكالة لإغاثة اللاجئين بدعمها المستمر. إذن اختاروا هذه أو هذه. نروح الآن للقيمة المستفادة لهذا النص، وهي إذا استطعت قم بمساعدة الآخرين، وإن لم تستطع لا تضرهم على الأقل. إذن هذا هو تحضير نص وكالة أونروا صفحة 50 إلى الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.